إذا واحد ما أعد للحياة الثانية يخاف الحياة الثانية؟ طبعا يخاف الحياة الثانية. إذا الجنين في بطن أمه ما استكمل الأدوات اللازمة للحياة الدنيوية، هذه الحياة يجب أن يخاف. يعني إذا عينه ما كانت كاملة، هذا يجب أن يعيش 80 عام أعمى في هذه الحياة، وهناك أرواح. إذا أجهزته وأنسجته وخلاياه وقواه ما استكملت في تلك الحياة، يجب أن يخاف من هذه الحياة، لأن يجي في هذه الحياة 80 عام أشل مشلول أعمى معوّى، يجب أن يخاف. النقلة هي في ذاتها لا تخيف، ولكن الشيء اللي يخيف أن الإنسان لم يعد اللوازم لتلك النشأة. الله تعالى يقول في الآية الكريمة: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذا هو الذي يخيف، وإلا الموت في حد ذاته لا يخيف.